السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ندخل السؤال الثاني في ريزيرتا. كون باغ ريزيرتا اوبتوني افيك لو ريزيرتا افيك لو ريزيرتا اوبتوني باغ لو ميثود دو نيوتن ا 4 ايتيراس. بطبيعة الحال السؤال معروف غادي نستخدمو فيه ميثود نيوتن، غير هو ما غاديش تخدمو. بطبيعة الحال خدمنا بحالو في التمرين الأول السيري دو، ما عندنا حتى شي فائدة أنني نعاود نصعب لكم من الأول. حياتي ضاعت وين كنحسب مع التخربيق هذا، ضاعت. الوغ هاد الجدول هذا هو ديال لي تي جي اس ان في السيري دو، ماشي معندوش حتى علاقة بهاد التمرين هذا، غير غادي نوريكم الطريقة اللي تخدمو نتوما غادي تخدمو بيه. تخدمو زعما نص طريقة. الوغ بطبيعة الحال هنا معطاكش اش، عطاك شنو قالك اكادر ايتيراسيون، اكادر ايتيراسيون يعني غادي دير ليا ربعة ديال لي لين ديال الخصاب. الوغ الجدول ديالنا هو هذا، كناخدو أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة، عندنا كاتر إيتيراسيون، لاحظتو؟ مكاين لا أش لا والو، أش هادي أش مكتحتاجهاش، وخا هكداك المهم ديرها باش تعرف راسك أنك غادي صحيح، باش تعرف راسك أنك غادي صحيح. ألو شو الفائدة من هادشي؟ الفائدة أنك غادي تجبد الراسين كذلك بالميثود ديال نيوتن، غير هو قالك كومباري، الفرق ما بين كدا غير الكومباري. شو غادي تكون باري في الاخير اللي غادي تصايب الجدول ديالك وتساليه وتكملو تعمرو كامل بطبيعة الحال بلا فورمي ديال نيوتن، ما تستخدمش لا كرانج ولا شي حاجة، هو بار لا ميثود ديال نيوتن. الو ملي غادي تعمر الجدول ديالك بكل بساطة غادي تمشي لهاد القيمة هادي، هاد اكس ان الاخيرة، هاد هي القيمة اللي بغاو لنا منها باش نكومباريو بها. ما غاديش تكومباري بهادي ولا بهادي ولا بهادي، غادي تكومباري بالاخيرة، حيت هو قالك فاتر ايتيراسيون، هاد القيمة ديال فاتر ايتيراسيون. الو غادي تشدها، غادي تعوضها في كالكولاتريس وتشوف شحال تخرج، كتعوضها في كالكولاتريس وتشوف شحال غادي تخرج لك، وتشوف القايمة واش قريبة للزيرو بحال، واش قريبة للزيرو بزاف ولا قريبة للزيرو بحال الانتربولاس، تشوف هاديك الفرق بيناتهم. يعني الاستنتاج بخلاصة، غادي في الأخير تستنتج أن يا إما ميثود نيوتن الحل ديالها خرج لينا احسن من الانتربولاسيون، ولا من الانتربولاسيون الحل ديالها خرج لينا احسن من نيوتن. هذه هي الخلاصه في السؤال هذا، وهادشي اللي كاين. وبطبيعه الحال كتستخدم هاد اكس هذه الاخيره، عندك تشوف تستخدم هاد اكس الاولين راه تا هما صحاح، وانما هاد الاخيره هي اللي كتعطيك ثقه اكثر في الحل. وصلى الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.